أنا اللي هتفت سلمية، لنا صايع ولا بايع، سنين عمري اللي بقي بلاش، ولا حابب أشوف أمي قلقها عليا ما بيهداش، لا عاوز أشوفها شايلة الهم وتبكي لو تشوف الدم، ولما تتسئل عني تقول ده ضنايا راح ولا جاش. أنا اللي هتفت سلمية، ولا كان نفسي أشم الغزو ولا أمسك طوبة في إيديا، ولا خرطوشة تحرقني. أنا اللي هتفت سلمية، ما كانش في بالي ضرب النار، ولا اني انضرب برصاص، ولا ان عينيا تبقى نشا لظابط مفتري قناص. انا اللي نزلت بهتافي، خلعت نظام وحققت اللي كان فاكرينه الاحلام، ساعتها اتشلت فوق الروس وقالوا عليا أحلى كلام، ده كان في يناير الماضي بداية العام. ومات أيامها صاحبي فؤاد، ومات خالد، ومات رامي، وراحت عين قريب هشام، وعدى الشهر بعد الشهر وفاتوا عليا زي الدهر، ودم الشهداء يفزعني ويقلق راحتي كل منام. ساعتها لقيتني متكتف وقلت لابد اعود اهتف، رجعت هتفت سلمية وقلت الدم مش للبيع، فضلت اهتف فضلت اهتف، وقلت يا ناس ده انا اللي هتفت سلمية، قالولي لا ونكروني، وشفت الدم من تاني وعاد المشهد قدامي، وده كان يوم ما مات مينا عشان ما قبلش تاني الظلم، وراح يهتف وزادت قايمة الشهداء عدد من الناس، في منهم صابت رصاصة أو اللي انداس، وزادوا الحزن والقهرة وعادوا الكرة 100 مرة، وسال الدم من تاني على جبينه وغرق عمته الحرة، ومن تاني عشان خاطرك يسيل الدم يا ترى. وبعد ده كله أنا اللي هتفت سلمية، ويسقط كل من خانه، ويسقط كل من هانه، ويسقط كل من وقفه في وش جيل بيتحرر، ويسقط كل من ضربه، ويسقط كل من قتله، ويسقط كل من شطبه سطور في تاريخ بيتسطر. ومن تاني رخص دمي وسال في شوارع التحرير، ما عادش بينفع التبرير، ورجعوا قالوا تستاهل، لكن عارفين أنا استاهل، عشان أنا كنت متساهل، ولاجلي يكون في معلومكم مفيش حرية بالساهل، ومهما يسيحوا في دمي إرادتي مش هتتكسر، في ده بلادي تروح الروح ولا شوفها بتتعسكر.